نروح بقى على الأخبار الرياضية. امبارح كان في مباراة مهمة جدا لنادي الأهلي، الفريق الأول لكرة الطايرة رجال بالنادي الأهلي حقق فوز مهم على حساب فريق الزمالك ضمن منافسات بطولة الدوري. حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي على حضور يعني اللقاء لمؤازرة اللاعبين ومساندتهم خلال أحداث المباراة، وفاز الأهلي على الزمالك في أشواط المباراة الثلاثة بنتيجة 25-13 25-18 و25-23 في إطار بطولة الدوري. طبعا اللعيبة من أول لحظة في الماتش الحقيقة أدوا بشكل رائع جدا وتحلوا بشخصية وروح النادي الأهلي وكانوا على قدر المسؤولية، وطبعا دي سمة الفريق بشكل عام في تحقيق الانتصارات. فألف مبروك. ألف مبروك.